أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ترد شهادة المنشد الذي يتشبه بأصحاب الغناء، وخاصة أننا نلاحظ شبها كبيرا بين المغني والمنشد في هذا الوقت؟ المنشد؟ إيه نعم. إيش المنشد؟ المغني هو المنشد، المغني هو المنشد. أما اللي إن كان قصده اللي ينشد الشعر، إنشاد الشعر، هذا لا بأس به إذا كان ما فيه فحش، ما فيه فحش ولا فيه مجون، وإنما هو شعر نزيه، يجوز أنه ينشده، لأن الشعراء كانوا ينشدون عند النبي صلى الله عليه وسلم قصائدهم ويستمع إليهم، بل كان يستمع لبعضهم في المسجد، فإنشاد الشعر النزيه الطيب لا بأس به. أما الأناشيد، الأناشيد الجماعية، لعل السائل يقصد هذا، الأناشيد الجماعية هذه نوع من الأغاني، فاللي حرفته اشتغال بالأناشيد الجماعية هذا لا تقبل شهادته، لأنه يصبح من المغنين. نعم.